أيها الإخوة والأخوات، اسمحوا لي أن أحدثكم بإيجاز عما وقع بشارعي الجيش الملكي وواد زيز، والذي كثرت حوله الأقاويل وركب عليه بعض المغرضين للإساءة للمجلس ومكوناته. أولا، إن سكوتنا حينئذ وإلى اليوم لم يكن خوفا أو هروبا من التعبير والتواصل، ولكن كان تقديرا واحتراما للزيارة الملكية المنتظرة والتي لا يمكن أن يشوش عليها بحال من الأحوال. إنما تقوم به الجماعة من أشغال في الطرقات وغيرها لا يأتي من فراغ، بل الأمر أوكل إلى مكتب دراسات من أكبر المكاتب في بلدنا. ثم أن هذه الدراسات تبنى عليها دراسات تقنية، ومن خلالها دفاتر تحملات ومواصفات، وتنجز عليها صفقات بكل تدقيق وشفافية، يحضرها ممثل الجماعة وممثل القبادة ويؤشر عليها السيد الوالي. إن الملجأ الوسطي بطبيعة الحال له مرتكزه العلمي والحركي، وإلا فمثل هذه الملاجئ راه موجودة يعني في كثير من شوارع المدينة. لقد أخبرنا بأن هناك جهات عليا أمرت بإزالة هذا الملجأ الوسطي لدواعي أمنية، ولقد قدرنا هذا التبرير، وما هو تفاصيل سيأتي لاحقا. فعندما تربح المدينة مثل هذه الأمور التي أشرف عليها صاحب الجلالة فغيرها يصبح صغيرا ومتجاوزا. ما تنساوش ديروا أبوني لاشين وتفعلوا زر الجرس.